ابدا. طيب بصوا يا شباب، النهارده ان شاء الله وقدر اللاب هيكون عن الايثر شانل اللينك اجريجيشن الباندلنج، ان احنا نجمع مجموعه من الكابلات مع بعض. الديزاين اللي هنشتغل عليه زي ما قدام حضراتكم كده، سويتش رقم 1 واصل من بورت 1 و2 و3 و4 على سويتش رقم 2 في بورت 1 و2 و3 و4، ومن سويتش 2 بورت 5 و6 واصلين على سويتش 3 برضو بورت 5 و6، ومن سويتش 3 بورت 7 و8 و9 و10 واصلين على سويتش 4 بورت 7 و8 و9 و10، وسويتش 4 بورت 11 و12 واصلين على سويتش 5 بورت 11 و12، وبعدين سويتش 5 من بورت 13 و14 رايحين على سويتش 6 13 و14، وبعدين من سويتش 6 15 و16 رايحين على سويتش 1 تاني 15 و16. البيزك كونفيجريشن في البدايه طبعا كلنا عارفينها، سويتش انيبل كونفيجر تيرمينال، تدخل على جلوبال كونفيجريشن مود، هوست نيم اسم السويتش، بعد اذنك تخليه لي اس دبليو كابيتال رقم السويتش اس دبليو 1 اس دبليو 2 انسون، بعدين انيبل سيكريت سيسكو الباسورد بتاع من اليوزر للانيبل، لاين كونسول 0 الباسورد سيسكو في حاله اللوجن الباسورد بتاع الكونسول، وبعدين لاين في تي واي من 0 9 نو لوجن علشان نتل نت على بعض من غير ما نسال على باسوردات. طبعا هنتلنت هيدخل على اليوزر وبعدين نكتب انيبل فيسالنا على الباسوردات، لا بريفليج ليفل 15 عشان لما نتلنت ندخل على مين يا جماعه؟ ندخل على الهاش على طول من غير ما ندخل وندخل باسوردات. اكزيت سيرفيس باسورد انكريبشن عشان تشفر ببرنامج التشفير الضعيف ام دي 7، ما تنساش ان انيبل سيكريت بشفر ببرنامج التشفير القوي ام دي 5، وبعدين تدخل على انترفيس فيلان واحد. كل الناس هتدي الاي بي هات بتاعت السويتشات اللي قدامنا دي عبد الغفار، سويتش 1 هياخد 10 1 1 1، سويتش 2 هياخد 10 1 1 2 ماسك 8، سويتش 3 10 1 1 3، سويتش 4 10 1 1 4، سويتش 5 10 1 1 5، سويتش 6 10 1 1 6. الاي بي هات دي هتدوها فين؟ على الانترفيس فيلان رقم 1، انتر نو شوت داون. في بعض الاوبريتنج سيستم اصلا عليها الانترفيس فيلان 1 نو شوت داون، وفي عليها شوت داون، فكلنا هنكتب نو شوت داون وخلاص. وبعدين تدي الاي بي ادرس بتاعك الاي بي والماسك، اكزيت تبقى على جلوبال كونفجريشن، اكزيت ترجع على الهاش شو اي بي انترفيس بريف عشان تتاكد من الانترفيسز المذكوره هي الاب اب، وتبنج على نفسك وبعدين تبنج على اللي بعدك واللي بعده، طبعا كله لازم يبنج على بعضه. حد عنده اي استفسار؟ غريب المسكات خليها 8. طبعا ما تنساش تحط لي بعد اذنك بانر ام او تي دي، يعني ما تنساش وانت على السويتشات تقول بانر عشان نبقى عارفين ان احنا على اي سويتش ام او تي دي، وتعمل الماركر والويلكم مسج بتاعتك. حد عنده اي استفسار بخصوص هذا الكلام؟ معاكم خمس دقايق تكونوا مخلصين فيها الكلام ده كله. وقف هنا يا باشمهندسين، بدات؟ طيب بصوا يا شباب، طبعا مبدئيا كده لو بصيت على الديزاين اللي قدامكم ده، احنا موصلين كام كابل؟ 16 كابل. طبعا احنا عارفين ان عدد البلوكد بورت بيساوي عدد الكابلات ناقص عدد السويتشات زائد واحد، صح؟ انت عندك كام كابل؟ 16 ناقص كام سويتش؟ 6، يبقى كام؟ زائد واحد يبقى يبقى عدد البلوكد بورت بيساوي كام؟ 11 بلوكد بورت. بص لو بصيت على الديزاين الريال لاب، طبعا الكاميرا مش هتنفع تجيبه لان هطفي النور عشان ما يشوف. بص عد كده البورتات اللي لونها امبر في الديزاين، تفتكر هتجيب؟ بص عد معايا كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. باين اللون؟ باين عندك اللون؟ يعني لو خدت بالك في الديزاين في 11 بورت لونها امبر، يبقى الكلام اللي احنا بنقوله كلام سليم. نرجع سويتش اللي فوق دوت هو الروت، صح؟ لا، مين اللي قال ان ده الروت؟ ثانية واحدة، منور كل اول. عندك سويتش يعني كل بورتاته منورة؟ اللي فوق. طب تعالوا كده لما نبص تاني، الراجل سويتش الاولاني كل بورتاته منورة، ده ما عنده، ده عنده بلوكد بورت، وده عنده بلوكد بورت، وده عنده بلوكد بورت، وده عنده بلوكد بورت، وده عنده بلوكد بورت، برافو عليك. برنس. طبعا من غير ما نعمل شوز بانينج تري ولا نعمل اي حاجة، كده مين الرئيس؟ الرئيس هو اللي كل بورتاته منورة، ما هو الرئيس ما ينفعش يبقى عنده ايه؟ عنده بلوكات، يبقى أكيد مين الرئيس؟ السويتش ده سويتش كام؟ سويتش 6؟ ادك النور؟ ما خلاص ما كده كده شباب اصلا في الزور. انا 6 لا ده سويتش 6 6 ايوه ده سويتش 6 عبد الله عبد الله ها ارجع معايا تاني. طبعا سويتش 4 خليك زي ما انت ما ترجعش معايا. سويتش 4 سويتش 1 2 3 4 سويتش 4 ايه ده انت عندك واحده بس كده؟ قليل.
طبعا لو انت عايز تتفرج على البورتات الاول شو اي بي انترفيس بريف يا خليفه، طبعا احنا دلوقتي واصلين على سويتش كام؟ 4. محتاج عنده اشوف 7 و8 و9 و10 و11 و12 اب اب. ها اسكرول لفوق يا خليفه، 7 اب اب علمي خليفه، 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13. لا 13 داون. اه ما هو انا لغايه كام؟ لغايه 12. سويتش 4 عنده 7 و8 و9 و10 و11 و12. في مشاكل في هذا الكلام؟ حلو حلو. بعد اذنك يا خليفه اسكرول هات لي اول واحده كده في شو اي بي انترفيس بريف. فيلان 1 انترفيس فيلان 1 عند خليفه واخده اي دي كام؟ 10 1 1 4 اب اب. الانترفيس ايه؟ اب اب. عشان كده يعرف يبنج على نفسه. بعد اذنك يا خليفه بنج على نفسك سكيب، بنج على نفسك اللي هو بنج على 10 1 1 4 تمام، بنج على بقيه الناس عشان اتاكد ان كله تمام. بنج على 10 1 1 3 سهم من فوق 2 سهم من فوق 1 سهم من فوق 5 سهم من فوق 6. حد عنده مشاكل؟ كله تمام. بس ثانية واحدة، فاكر يا خليفة لما قلنا انك علشان تمانج سويتش يعني تبنج او تتلت عليه لازم تكون مديله اي بي على انترفيس وهمية هي انترفيس فيلان اكس مثلا فيلان واحد؟ بس حد فاكر كنا قلنا لازم يتحقق فيها شرطين؟ الشرط الاولاني انها تكون موجودة، الشرط الثاني انها تكون، هو احنا ادينا الاي بي على انترفيس فيلان كام؟ واحد. طب انا عندي فيلان واحد اه موجودة، بس ثانية واحدة هي اكتف؟ ايوه اكتف. يعني فيها ايه؟ على الاقل جهاز واحد. هل انت عندك اند ديفايسز متوصلين؟ انا ما عنديش ولا، انت كلكم مش ولا واحد متوصل كاند يوزر، انا موصل السويتشات بس مع بعض. فمين حاجه؟ حد يعرف ليه؟ ها انا ما عنديش حد اكتف، امال هي قايمه ازاي؟ لا عندك، عندك ازاي حبيبي؟ هو انا غيرت الانترفيسز من اكسس في فيلان كذا اكسس فيلان كذا؟ طب باي ديفولت الانترفيسز نمبر فيلان كام؟ واحد. يعني عند خليفه مثلا اللي هو سويتش 4 البورت 7 و8 و9 و10 و11 و12 نمبر في فيلان رقم كام؟ واحد. يبقى هي كده اكتف. يا عم اعمل لي شوف فيلان بعد اذنك خليفه. انتر؟ لا فيلان بس. بص 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 اسكرول اسكرول اسكرول. بص فيلان رقم كام؟ فيلان رقم كام؟ بص البورت رقم 7 علم يا خليفه جاي معاك اهي. بورت 7 و8 و9 و10 و11 و12 ممبر في فيلان رقم كام؟ واحد. فيلان رقم 1. فعلشان كده هي اكتف بالفعل. انتوا فاهمين حاجه يا جماعه ولا مش فاهمين؟ طب بقول لك ايه يا خليفه؟ شو انترفيس ترانك؟ احنا بس في البدايه كده بنعمل ريفرشمنت على بعض الامور وبعدين هندخل في الايثر تشانل. شو انترفيس ترانك؟ اوه خليفه ما عندوش ولا واحده ترانك. ايوه ما على فكره السويتشات دي كلها الديفولت عليها اوتو، فلازم انا نفسي اللي ادخل واحولها الى ترانك. على فكره انا هدخل كتير على الانترفيسز عشان اعمل حاجات كتير. فايه رايك يا خليفه لو نسميها؟ يعني بص يا سيد خليفه انت سويتش 4 خش على الرينج 7 8 9 10. طبعا ازاي بيدخل؟ ركز عشان لو انتوا عايزين انتوا كمان تسموا كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج، بنقف على السويتش من على جلوبال كونفيجريشن ونقول له لو سمحت دخلني على الانترفيس رينج كده هندخل عليهم. لا استنى انا عايز اسميهم مش عايز ادخل عليهم، اصلا انا هدخل عليهم مرات كتير. فانا لو دخلت الانترفيس رينج ايوه هيدخلني عليهم. طب فين التسميه؟ ما انت كده كل مره هتيجي داخل هتدخل على نفس الرينج. تعال نسميهم. يبقى بعد اذنك يا خليفه ديفاين انترفيس رينج انترفيس داش رينج. بقول لك ايه سميهم لي توفيق تي اي دبليو اف اي كي ديفاين انترفيس رينج توفيق. وبعدين اكتب اول انترفيس اللي هي فاست عندك اسمها فاست ايه؟ 1 على 0 على 7 مسافه داش
مسافه اخر انترفيس طبعا من 7 ل 10 دول رينج يبقى كام؟ 10 انتر. يبقى دول كده عند خليفه تسموا ايه يا جماعه؟ خليفة بعد اذنك تسميه 11 و12 خليفة. هتخليها كي اتش ولا يبقى ده فايل انترفيس رينج خليفة دول خ كي اتش اي ال اي اف اي خليفة اللي هو من فاست كام؟ 11 و 12. ممكن يعمل داش 12 او كوما 12 تمام؟ علشان بعد كده لما يحب يخش على الرينج ما يقعدش يقول انا عايز ادخل على الانترفيس رينج من 7 لا 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 هيقول انترفيس رينج ماكرو توفيق. يعني بص جرب كده انترفيس اهو من على الجلوبال جاي عندك هنا بتقول له كده انترفيس رينج ماكرو توفيق اهو. يعني ايه انترفيس رينج ماكرو توفيق؟ يعني دخلني على الرينج بتاع توفيق المكار. ماكرو توفيق يعني توفيق ايه؟ المكار انتر اهو دخل على الرينج. فاهمين حاجه؟ حد عنده مشاكل؟ لو حابين تسموا الرنجات بتاعتكم لان هنكونفيجر عليها حاجات كتير فبدل ما كل شويه تقول انترفيس رينج جيجا واحد على زيرو على مش عارف ايه لا قول انترفيس رينج عرفها ديفايد انترفيس رينج وتكتب الاسم وتكتب الرينج بتاعك وبعدين لما تيجي داخل عليها بعد كده تقول انترفيس رينج ماكرو. في مشاكل في هذا الكلام؟ بعد اذنك يا خليفه اقلب لي الاثنين دول ترانك اللي هي الماكرو توفيق لا ما انت جواها ماكرو توفيق خليها سويتش بورت مود ترانك طبعا هيرفض ليه؟ لان الاوتو ما تقلبش الترانك على طول اهو بيقول لك ان الكوماند ريجكتد لان الانترفيس ترانك انكابسوليشن از اوتو كانوت بي كونفيجرد تو ترانك ممكن يقلبها ديزايربل والديزايربل تتحول مع اللي قصادها. طب اخليها ديزايربل ازاي؟ سويتش بورت مود ها اضرب علامه استفهام هتلاقي ايه دايناميك ديزايربل بص ممكن اكسس ممكن دايناميك دايناميك بعديها اكتب دايناميك هيلاقي ان في دايناميك اوتو وفي دايناميك ديزايربل دايناميك اوتو او دايناميك خليها دايناميك ديزايربل انتر كده الرينج ده بقى ديزايربل يبقى كده ما بيني وبين سويتش 3 بقت ايه؟ امو بقى ترنك. طيب خلي لي دي ترنك بالعافيه اللي هي خليفه اكزت او خش على الثانيه على طول انترفيس رينج ماكرو خليفه يعني ايه ماكرو خليفه؟ يعني خليفه المكار برافو عليك خليها ترانك بالعافيه مش ديزايربل ازاي خليها ترانك بالعافيه اعكس الامرين بدل سويتش بورت مود ترانك وبعدين سويتش بورت ترانك انكابسوليشن لا قول سويتش بورت ترانك لا سويتش بورت ترانك الاول الكلام ده احنا نفذناه اللي قبل اللي فات سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو مثلا احنا بنتسلى وبعدين ندخل في الايثر شارت وبعدين سويتش بورت مود ترانك كده لازم على بيتش ترانك فاهمين حاجه يا جماعه المالتي لاير سويتش السويتشات دي مالتي لاير لما تحب تحولها لترانك لو لاير 2 سويتش قول له سويتش بورت مود ترانك بالترتيب العادي سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو عادي لكن لو مالتي لاير سويتش لا لازم تكتب الاول ايه الانكابسوليشن وبعدين تقول له ترانك او خليها ديزايربل انا وريتك الاثنين طيب كده مع سويتش 3 قمنا ترانك ومع سويتش 4 قمنا ترانك مين سويتش 5 لو سمحت اقلب لي الاثنين دول ترانك فهتقلب عن سويتش 6 مين سويتش 6 لو سمحت اقلب لي الاثنين دول ترانك فيقلبوا مع سويتش 1 مين سويتش 1 لو سمحت اقلب لي الرينج ده ترانك فيقلبوا مع سويتش 2 مين سويتش 2 لو سمحت اقلب لي الرينج ده ترانك يلا دقيقه يكون كله فتح ترانكات لا 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 ما توقفش مش مستاهل بعد كده ما باجي اجمع بيطلع عيني بياخد وقت كبير وبيبقى حجمه كبير قوي ها يلا يا رجاله شدوا حيلكم ده كبر اي حد مش فاهم اي حاجه يوقفنا السويتش خبيث وهي مكتوبه تحت بس انت عندك الرينج اسمه ايه يا نجم سمينا سي
انت عارف الرينج اسمه ايه عندك؟ 1 على 0 على 1 ولا 2 على 0 على 3؟ 1 سويتش كام؟ 2 انا اعتقد سويتش 2 2 على 0 على عاملين صح يعني؟ تمام. شد شويه يا عبد الله. سويتش بورت مود ترانك. لا انت الاول هتكتب سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو وبعديها سويتش بورت مود ترانك تكسر امرين. بص بص ايه يا حبيب قلبي؟ هو انا دلوقتي بعمل انترفيس سنتر عندي مفروض فاست اكتب الجزء الاول فاست مثلا كذا وبعد مسافه داش مسافه الاخير بس انت كاتب ايه قول لي كده؟ انترفيس رينج فاست سنتر 1 على 0 كام؟ 3. انت متاكد الانترفيس عندك اسمها 1 على 0 على كذا؟ انت اللي قلت لا ما تشوف الانترفيس عندك اسمها ايه اصلا؟ يا عم هنا هنا علشان الانترفيس عنده اسمها كذا على كذا على كذا انت ممكن يبقى اسمها كذا على كذا بس بالظبط عندنا هنا زيرو على كذا مفيش واحد مش شرط ايه يا نجم لما عملناها ما قالش ان في حاجه اب ولا في حاجه داون اب ايه يا ابني انت سميتها هو قال اب ولا داون انت قصدك الانترفيس لما قلبتها ترنك قبل امرات قبل الامور الاوامر ايوه انا فاهم عايز اعمل 13 14 اسمها ايه 1 على 0 على 5 تمام ماشي انت كتبت بقى انترفيس رينج لا على 0 على 5 مسافه داش 6 مش 1 على 0 على 6 اهو داش 10 ما بتكتبش اسم الانترفيس ثاني بتكتب الرينج بتاعها بس ها عايز اعمل 13 14 بس ولا 13 14 كمان ماشي يلا بس لا عشان 11 12 ما هعملهم لك خلاص خلاص عملت اصلا ها كله خلص انت لسه بتسمي يا نيك اسم النبي حارس حسينك لسه بتسمي يا نيك انا لا مش بسمي اصلا مش حاسس مش هتسمي؟ ماشي كنترول زد شوف كل الناس تعمل شو انترفيس ترانك وتوري تتاكد من عدد الترانكات عليها يعني مثلا خليفه سويتش 4 المفروض عنده 6 ترانك انت يا خليفه ها سكرول لفوق كده يا خليفه معلش سنه لفوق شو انترفيس ترانك طبعا خليفه المفروض عنده كام 7 و8 و9 و10 11 12 اهم 7 و8 و9 و10 11 12 تابع الكاميرا ما تقعدش تابع وتاكد ان كله تمام زي ما انا واقف انت تفضل واقف الوقت كله طبعا لو خدت بالك ان عندك 7 و8 و9 و10 المود ايه ديزايربل لكن 11 و12 المود ايه اون خلي بالك الاون الانكابسوليشن عليهم ايه 802.1 كيو لكن الديزايربل الانكابسوليشن عليهم ايه ان يعني ان نيجوشيتد يعني حصل نيجوشيشن بيني وبينهم ثانيه واحده نيجوشيتد وايه معلش اي سيل طب ليه حبيبي ما هو ده سويتش سيسكو فعنده الدوت 1 كيو وعنده الاي سيل فلما حصل نيجوشيشن يختار مين ما دام انا سيسكو اللي قدامي سيسكو يختار مين الاي سيل فمين حاجه وطبعا ترانكينج للنيتف دي لان واحد حد مين سويتش رقم 3 انا عملت شو انترفيس رانك عندك 6 ترانك 5 و6 ترانك 6 ترانك من 1 ل 6 لا عندي من 5 ل 10 ترانك انا سويتش 3 عندك 5 صح تمام مين سويتش 2 عملت شو انترفيس رانك عندك من 1 ل 6 ترانك لا انت قلت 5 و6 بس حبيبتي ما هو سويتش 1 المفروض يديك 1 و2 و3 و4 مين سويتش 1 ايوه عندي 5 ايه عبد لسه 5 6 يبقى لسه عبد الرحمن مخلص مين سويتش 5 عندك 4 ترانك يا هندسه تمام مين سويتش 6 عندكم 4 ترانك تمام يبقى كده احنا واقفين على سويتش 1 يحول 1 2 3 4 طبعا لو اديتني دلوقتي يا خليفه شو فيلان عقبال سويتش 1 ما يخلص شو فيلان بص كده اسكرول لفوق بص هم 5 6 اللي فيه لان واحد اللي فيه لان واحد من 1 ل 5 و 6 فين 7 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 اتشالوا لانهم بقوا ايه؟ بقوا ترن خلصت يا عبدو؟ لسه اللاب معلم ماشي مين سويتش 2؟ باشمهندس السويتش كام؟ 5
دلتلي على سويتش واحد وحول لي اول اربعه سترايك. باشمهندس ممدوح طب معلش لا اتفضل انت باشمهندس ممدوح طب معلش سويتش واحد اللي هو 10 1 1 1 يا جماعه دلوقتي كانت البورتات عند خليفه 7 و8 و9 و10 و11 و12 كانوا اكسس في فيلان واحد عشان كده كانت انترفيس فيلان واحد اب اب وبتبان كله تمام. دلوقتي انا خليت عند خليفه 7 و8 و9 و10 11 و12 خليتهم بقوا ترانك. تفتكر لو بنكنا على 10 الاي دي بتاعنا اللي هو 10 1 1 4 هيبانك ولا لا؟ هيبانك ولا لا؟ التوتال ليه؟ لو مثلت هيبانك. انا بقولك على نفسي بس انا الانترفيسز دي اللي هي كانت ممبر في فيلان واحد دلوقتي خليتها ترانك. قلت باشمهندس ممدوح يتست على واحد غيره ما هو لسه هناك ما عملش. ما عملش على الاربعه اللي هناك ما عملش. هبانك ولا لا؟ هبانك. ايه رايك يا ابراهيم؟ هبانك ولا لا؟ انت فاهم السؤال؟ حبيبي مش احنا اتفقنا ان عشان نعرف نبانك او نتنت على السويتش لازم تاخد اي دي على انترفيس فيلان وتبقى الفيلان نفسها اكتف. فبريفيسلي كانت اكتف ليه؟ انا مدي الاي بي على انترفيس فيلان واحد كانت اكتف ليه؟ لان كان 7 و8 و9 و10 و11 و12 ممبر في فيلان واحد. انا دلوقتي خليت 7 و8 و9 و10 و11 و12 ترنك فهل ما زالت اكتف ولا بقتش اكتف؟ لو بنجمع على نفسنا 10 1 1 4 هيبانك ولا لا؟ انا فاهم السؤال بس يعني الطبيعي انه دلوقتي لا لان هو مبقوش موجود لانه مبقوش في فيلان رقم واحد. راي يحترم راي يحترم. بنج على نفسك هتبنج عادي بنج ليه؟ سكيب بنج على 10 1 1 4 هتبنج عادي جدا ليه؟ لان انترفيس فيلان واحد ما زالت اب. طب ازاي انترفيس فيلان واحد ما زالت اب؟ انا خليت الانترفيسز دي ترانك. ثانيه واحده هي الترانك ممبر في ايه؟ اول فيلان ومن ضمن اول فيلان فيلان رقم كام؟ فيلان رقم واحد. حتى بص يعني معلش شو فيلان كده معلش بص عشان تبقى انا عايز تبقوا فاهمين يا جماعه. بص 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 لا انا اسف شو انترفيس رانك انا اسف شو انترفيس رانك ترانكينج فيلان واحد. بص شو انترفيس رانك بص يا جماعه بص الفيلان الاود اون ترانك الاود اون ترانك من فيلان رقم كام؟ من واحد ل 4094 فيلان واحد الاود عليها. طب الالاود اند اكزيست او اكتف الالاود موجوده 1 و10 20 سيبكم من 10 20 دي بس يعني مش مشكله انا كاريت كانوا كاريتين قبل كده على ده فهي ما زالت اب اب. حتى شو اي بي انترفيس بريف كده خليفه هتلاقي انترفيس فيلان واحد اب اب. شو اي بي انترفيس بريف بص ها هات سكرول 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 لفوق ها انترفيس فيلان واحد كمان يا خليفه انترفيس فيلان واحد واخده كده واب اب. فاهمين حاجه؟ اخليها لك دوي او احلك بسيطه جدا اخلي الالاود فيلان بعد واحد يعني بص اسكيب كده كونفيجر ترمينال خش على الانترفيس رينج توفيق ركز معايا دلوقتي دخلت على الانترفيس رينج توفيق ده لا انت اه تمام ماكرو توفيق توفيق ماكر تمام قول لها سويتش بورت ترنك الاود فيلان سويتش بورت ترنك لا سويتش بورت كده مع بعضها ترنك الاود فيلان قدروا عن سفهم. بصوا يا جماعه الاود فيلان ات يعني لو انت عامل الاود فيلان مثلا من 10 ل 20 وحبيت تضيف 21 تقوم قايل له كده اد 21 قول ده ديفولت اكسبت يعني كله ما عدا فيلان رقم كذا نن يعني ولا فيلان ريموف لو عايز تشيل فيلان من الفيلانات الالاود يعني لو انت عامل الالاود فيلان من 10 ل 20 وانت عايز تشيل تريموف رقم 18 تقوم قايل له ريموف 18 خليها اكسبت يبقى ايه اكسبت اول فيلان اكسبت ذا فولوينج اكسبت واحد انتر بس دبليو كابيتال ولا خلي بالك انا كده خليت على الترانك توفيق انا كده خليت على الترانك توفيق الالاوي فيلان ايه كله ما عدا واحد. طب معلش بعد اذنك ادي لي دو شو انترفيس ترانك من هنا دو خلاص دو شو انترفيس ترانك بصوا تعالوا
تعال. الفيلان الاودون فرانك، طبعا لو انت خدت بالك توفيق اللي هو كام؟ 7 و8 و9 و10، واخد بالك الالاود منين؟ من 2 ل 4394 كله ما عدا واحد. الله. طب وكده ما زالت الانترفيس فيلان واحد اب اب؟ اه طبعا. ليه؟ لو خدت بالك خليفه الانترفيس خليفه اللي هي 11 و12 اهو، فين 11 و12؟ 11 و12 ممبر في مين؟ واحد. فعشان كده هي ما زالت اب. بقول لك ايه؟ خش لي على الرينج خليفه. اطلع اسهم من فوق. اطلع اسهم. اسهم من فوق ده دي انترفيس بس سيرنت 1 على 0 على 11 داون. لا لا لا. انترفيس وقعت وقعت تاني. خلاص. ها انترفيس رينج ماكرو خليفه. قول له هو نفس الامر. اطلع اسهم من فوق انت كاتبه. سويتش بورت ترانك قبل ما تدوس انتر استنى. ها بصوا كده هنخلي على خليفه الالاوت اول ما عدا ومخلين على توفيق الالاوت اول ما عدا واحد. كده ايه اللي هيحصل؟ اول ما هيدوس انتر انترفيس فيلان واحد هتقع. ليه؟ ما بقتش اكتف، ما بقاش فيه ولا انترفيس ممبر في فيلان واحد. انتر. ها بص كده لاين بروتوكول على انترفيس فيلان واحد تشينج 2 داون كنترول زد خليفه. طبعا. ها شو اي دي انترفيس بريف. حاجات بسيطه قوي بس ما تركزش فيها لو ما نفذتهاش. ليه؟ اسكرول لفوق. اي بص انترفيس فيلان واحد بقى ايه يا جماعه؟ اب داون. حد عنده مشاكل؟ معلش يا خليفه رجع لي الالاود فيلان على خليفه وعلى توفيق اول عشان ترجع الانترفيس اب اب. اسكيب كونفيجر تيرمينال. خش على انترفيس رينج ماكرو توفيق. ما فيهاش تاب. توفيق لازم تكتبها صح. انتر تي اي دبليو فاي كي صح. ها ايوه تمام. نو في الاول نو. انتر كده بقى هتقوم دلوقتي على طول هتبقى اب اب. ها خش على الرينج الثاني بالمره عشان نبقى ظبطنا الاداء كله. مكان توفيق اكتب خليفه. هتقوم 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 اول ما هتقوم هيظهر لك كده. نو انتر تمام كنترول زد. هتقوم هتقوم ما تقلقش. ده صح انتر حبيبي. هو ايه الفرق ما بين اكسبت وريموف؟ اكسبت يبقى كله ايوه قامت ايوه قامت اب اب. لما تقول اكسبت يعني لما تقول كده اكسبت واحد يبقى ايه؟ يبقى كل الفيلانات ما عدا فيلان واحد. لما تقول له ريموف واحد تريموف من حاجه انت عاملها قبل كده. يعني انا عامل الالاود مثلا من 1 ل 1000 وعايز ريموف واحد تقوم قايل له ريموف واحد لكن اكسبت واحد يبقى ده منين؟ من كله اللي هو من 1 ل 4096. طب انا عندي سؤال. هو انا لو كنت عملت ريموف فيلان واحد اها كنت هعرف اعمل يعني ريموف فيلان واحد ما كانش هيتنفذ لان انت اصلا مش عامل الاود. يعني لما تبقى عامل الاود ينفع تريموف منه لكن اكسبت لو انت مش عامل الاود ان الديفولت الاود كله. قشطه. طيب بصوا بقى يا رجاله بعد اذنكم بعد اذنكم كل الناس تعمل لي الامر الجميل اللي هيورينا البورتات البلوكد. هو احنا عندنا بورتات بلوكد؟ لا طبعا مش احنا عندنا لوبات. احنا اتفقنا عندنا كام بورت بلوك تقريبا؟ 11. 11 شو سبانينج تري فيلان 1 طبعا كله هيبقى عنده بلوك دي بورت ما عدا سويتش رقم كام يا جماعه؟ ما عدا سويتش رقم 6 عبد الله اللي انت قلت ان هو ده الرئيس. انت مور تمام. كل الناس عملت الكوماند ده. طبعا لو خدت بالك السويتش بتاع خليفه اللي هو سويتش 4 عنده كام بورت بلوك؟ عنده بورت واحده بس بلوك اللي هي بورت رقم كام؟ البورت رقم 1 على 0 على 12. يعني خليفه طلعت عنده البورت رقم 12 بلوك اهي. مين سويتش رقم 3 عندك كام بلوك؟ كله بلوك ما عدا واحد بتاع الروت. مين اللي مش بلوك عندك؟ رقم كام؟ 7. بصوا السويتش 3 عنده 8 وعنده 9 وعنده 10 وعنده 5 وعنده 6. كل دول ايه يا جماعه؟ كل دول بلوكات. ماشي انا جبت ورق ها اهو عند سويتش رقم 3 عنده بصوا بلوك بلوك دي الوحيده روت بلوك بلوك بلوك. رضوى الشربيني بلوك 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 بلوك. ها مين سويتش رقم 2 عندك كام بلوك؟ مين عندك كام؟ 2 و3 و4 عنده 2
وعنده 3 روح على طول واعمل الشو واكد للناس. واربعة اهو والترنيت 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 اللي هي 2 و3 و4. مين سويتش رقم 1 عندك؟ مين 16 عندك؟ رقم 16 بس. عنده رقم 16 بس اهو. ايه الحلاوة دي؟ فاشين سجادة اهو. عنده ايه؟ عنده الانترنت بورت رقم 16 بس. مين سويتش رقم 6 ما عندكش ولا بلوك بورت؟ كله تزجنيه. مين سويتش 5 عندك؟ مين 14 عنده البورت رقم 14. طبعا احنا متفقين ان النمبر في البلوك بورت بيساوي عدد الكابلات اللي هم 16 كابل ناقص عدد السويتشات اللي هو 6 زائد 1. 16 ناقص 6 10 1 يبقى المفروض في 11 بلوك بورت. تعالى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واحنا عديناهم اصلا على الايه؟ على الديزاين. حلو ماشي. وبعدين عايز اعمل ايه بقى؟ ايثر شانل باندلنج لينك اجريجيشن. اجمع الكابلات مع بعض علشان ما يبقاش فيه بلوكات عشان الدنيا تبقى ايه؟ جميله. طب بص يا سيدي، خليفه اللي هيشتغل بس انت على سويتشك دلوقتي يا خليفه بتلنت ولا بتاكزت؟ اكزت. يعني انت اكزت كده اكد لي انك انت كونسول. تمام انت يا خليفه سيسكو خش لي على الرينج. انت سويتش 4 بخش لي على الرينج توفيق كونفيجر ترمينال انترفيس رينج ماكرو توفيق توفيق المكار. بص يا رجاله، علشان نعمل ايثر شانل عندنا نوعين من الايثر شانل، عندنا ستاتيك وعندنا دايناميك. الدايناميك نوعين، ال 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 اي سي بي والبي اي جي بي. ايه الستاتيك دي؟ انك انت تعمل ايثر شانل بدون قيود، انك تعمل ايثر شانل بدون بروتوكول، انك تعمل ايثر شانل بدون نيجوشيشن. بتتعمل ازاي دي؟ بص يا سيدي وانت على الرينج قول له شانل داش جروب. ركز معايا بقى، شانل داش جروب اكتب رقم الجروب اللي انت عايزه. يعني مثلا خليه في جروب رقم 1. هل لازم لو خليفه على سويتش 4 في الرينج ده عمل شانل جروب رقم 1، هل لازم اللي قدامه يعمل شانل جروب رقم 1 برضه؟ لا مش شرط، بس الافضل لو هو شانل جروب رقم 1 وده شانل جروب رقم 1 عشان تبقى بورت شانل رقم 1 من الطرفين، لكن دي مش شرط. مود مسافه مود اضرب عامل صفر بعد المود. بص انت عندك مود اكتف وعندك مود باسيف. الاكتف والباسيف بيشغلوا مين؟ الاكتف والباسيف. لا 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 الاكتف والباسيف الاول والاخير اوعى نعمل. بص الاكتف والباسيف بيشغلوا مين؟ لاك بي ال اس بي. وعندك مود اوتو وديزايربل. الاوتو والديزايربل بيشغلوا مين؟ باك بي. وعندك مود اون بيشغل ايه بقى؟ انيبل ايثر شانل اونلي. ما تقول لي هيشغل ايه؟ الايثر شانل وبس بدون بروتوكولات. اون انتر كرييتنج بورت شانل 1 انترفيس. تعالى كده تعالى كده ها اب داون وقعت تشينج ستيت تو اب قامت انتر كده كنترول زد كده. احنا جينا عند خليفه الرينج ده الرينج توفيق حطيناه في بورت تشانل رقم ايه؟ مود ايه؟ ايه في حاجه ولا ايه؟ المود اون ماشي. انت يا خليفه كده معلش هل كده الايثر تشانل اتكونت؟ شو ايثر تشانل سمري؟ شو ايثر تشانل سمري؟ ها 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 ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت كده خليفه معلش ايه اللي بيحصل ده؟ على فكره الايثر شانل مود اون الاستاتيك في بعض الاوبريتنج سيستم بتوقع الانترفيس لو اللي قدامك ما عملهاش هو كمان، بتوقعها ايرور ديسيبل. وفي بعض الاوبريتنج سيستم ما بتوقعهاش. يعني في بعض الاوبريتنج سيستم المود اون لو اللي قدامك ما عملش الشانل تقوم الشانل الانترفيس بتاعتك تطفي، المود بتاعها يبقى ايه؟ تقفل ايرور ديسيبل. تعال كده ما نشوف. بيقول لك معلش ان المارس مش عارف ايه الانترفيس بتاعتك لاين بروتوكول على الانترفيس تشينج ستيت تو داون تشينج ستيت تو داون الانترفيس وقعت. معلش اعمل لي شو اي بي انترفيس بريف كده.
فين 7؟ الانترفيس رقم 7 سكرول لفوق. على كده الانترفيس رقم 7 بقى ايه؟ داون، و8 داون، و9 داون، و10 داون. الاربعه انترفيس اللي انت شغلت عليهم المود اون، لان اللي قدامك لسه ما شغلش. على فكره النوع ده من الايرور او من الداون ايرور ديسيبل نتيجه حدوث خطا. اعمل شو رن للانترفيس، سكيب شو رن للانترفيس فاست 1 على 0 على 7. لا مش هيجيب حاجه ده خالص. ليه؟ شو رن الانترفيس بيوريك الاوامر اللي اتكتبت على الانترفيس اهو. شو رن الانترفيس بيقول لك ان الانترفيس كتب عليها سويتش بورت مود دايناميك ديزايربل، واتكتب عليها شانل جروب. امال ايه شو انترفيس؟ اعمل شو انترفيس من غير رن فاست 1 على 0 على 7. فاست صح صح مش صح والله سكيب شو انترفيس فاست اف اس تي تاب 1 على 0 على 7. بص بقى تعالى كده اول سطر سكرول. ها بيقول لك ان فاست انترفيس 1 على 0 على 7 از داون. والله البروتوكول داون ايه؟ معلش علمني على دي كده، معلش علمني على دي ايرور ديسيبل، يعني الانترفيسز قفلت نتيجه حدوث خطا. لو بصيت هنا يا جماعه هتلاقي البورتات بتاعته طفت. يعني لو بصيت كده على سويتش رقم 4 1 2 3 4 اهو بص ما بقاش عنده غير ايه؟ بورتين بس القديم، بقيه البورتات ايه؟ طفت. فاهمين حاجه؟ ما هي عليها ايرور ديسيبل. طب عايز اشغلهم، فاكرين نشغلهم ازاي؟ شغلهم ازاي؟ شط نشط اعمل لها ريستارت. طب خش كده يا خليفه معلش سكيب كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج ماكرو توفيق. الانترفيس هيعمل ايه؟ هتقوم وبعدين تقع تاني. شط نو شط. بص هيطلع لوجات الانترفيس قامت، وبعدين لوجات الانترفيس وقعت. وقع تاني ليه؟ ايرور ديسيبل. ما هو على فكره المشكله ما اتحلتش. هو الراجل اللي قدامك سويتش 3 عمل ايه سيرش شانل حتى الان؟ خلاص يبقى المشكله ما اتحلتش. استنى اعمل معلش شو اي بي انترفيس بريف وريني الانترفيسز انها واقعه. كنترول زد شو اي بي انترفيس بريف. شو اي بي انترفيس بريف انتر. ابصوا ها 7 و8 سكرول علم لهم عليها 7 و8. فاهمين حاجه يا جماعه؟ على فكره انا ممكن بدل ما اعمل شط نشط اخلي الانترفيس ترجع لوحدها تريكفر لوحدها. ما هو في دايناميك ريكفري وفي ستاتيك ريكفري. الستاتيك ريكفري انك انت تدخل عليها وتقول لها شط داون نشط داون فبتعملها ريستارت. الدايناميك انك تقول لها لا اشتغل لوحدك. فاكرين بيتعمل ازاي؟ كونفيجر تيرمينال ايرور ديسيبل ريكفري. تمام كونفيجر تيرمينال قول له ايرور ديسيبل اي ار ار. لا 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 مش انترفيس ايرور ديسيبل ار ار تاب ار ديسيبل ريكفري كوز. ريكفري كوز يعني لما يحصل السبب ده ابقى ارجعي لوحدك مش لازم انا اللي ارجعك. ها قادر عم تفهم؟ بص دي كل الكوزز اللي ممكن تكتبها. الكوز بتاعنا احنا اسمه ايه؟ ها بي جي بي فلاب فين؟ ها ار بي بي ديو شانل شانل مس كونفيجريشن شانل مس كونفيجريشن. بس انا مش هخليها تشانل مس كونفيجريشن، خليها لي جول بعد اذنك. سكيب سام قول. يبقى كده لما يحصل اي مشكله توقع الانترفيس ايرور ديسيبل هي من نفسها هترجع تاني انت. بس على فكره عشان ترجع تاني محتاجه كام؟ خمس دقائق 300 ثانيه. لا 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 كتير قوي. ها 300 ثانيه غير. طيب ايرور ديسيبل ريكفر انترفال اقل حاجه تقريبا 30 ثانيه تقريبا. ريكفر انترفال اضرب عن صفر اقل حاجه 30 ثانيه. اكتب 30. بصوا بقى انت بعد 30 ثانيه من كتابه الامر الانترفيسز هتقوم وبعدين تقع وبعدين 30 ثانيه تقوم وبعدين تقع وبعدين تقوم هتفضل هكذا. فات كام 30 ثانيه ولا لسه؟ لسه ماشي. بس خلي بالك ان المود اون مش في كل الاوبريتنج سيستم بيوقع الانترفيسز. يعني انا عندي راوترات عندي سويتشات انا اسف لو انت عملت عليها مود اون هتلاقيها اهو. بصوا الانترفيس ايه يا جماعه؟ الانترفيس ايه؟ اون اون قامت وبعدين وقعت تاني انزل
يا كده ايه اخر حاجه ايه اب اخر حاجه اب ماشي هتقع هتقع ما تقلقش اعمل شويه في انترفيس بريف كده كنترول زد ها هات لي 7 و8 و9 كده ايه الانترفيس وقع تاني واخدين بالكم هتفضل كده تقوم وتقع وتقوم وتقع لحد ما اللي قدامي يقوم هو كمان طب هو انا كده لو عملت فرجني على حاله الايثر شانل هتلاقي الايثر شانل واقعه يعني اعمل اسكيب شو ايثر شانل سمري بص شو ايثر شانل سمري انت عامل ايثر شانل بجد بورت شانل رقم كام اس يعني اس اس يعني لير 2 سويتش اسكرول سنه فوق يا خليفه سنه بسيطه اهو اسكرول 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 سنه فوق انتر انتر سامي فوق بقى الانترفيس عماله تقوم وتقع تقوم وتقع اهو بص الاس سكرول بقى سنه بسرعه اهو الاس يعني ايه الاس يعني لا سسبند اس سمول الاس كابيتال لير 2 فول اس لير ايه يعني سويتش بالاخر ودي دي كابيتال يعني ايه اه داون ليه داون ما هو اللي قدام ما عملش فاهمين حاجه بعد اذنك خلصنا من ام الرسائل دي كاريت على سويتش 3 في الرينج بتاعك ده خليه لي اون ماشي يلا شانل بروتوكول شانل جروب شانل داش جروب رقم 1 مود اون شانل جروب رقم 1 مود اون هو بس خلاص اه الراجل بيقول لي خلاص انا قومت الايثر شانل ها ها الانترفيسز بتقوم اهي انتر الشانل بتقوم اهي البورت شانل بتقوم اهي ها انتر انتر اديني بعد اذنك شو اي بي انترفيس بريف بص يا سيدي 7 و8 سكرول يا خليفه كمان 7 و8 و9 و10 الحاله بتاعتهم يا جماعه ولو انت واخد بالك مفيش لو انت واخد بالك مفيش ايرور ديسيبل عمال يحصل ولا لوجات بتطلع طب بعد اذنك وريني دلوقتي شو استنى 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 مور مور اطلع سامع فوق مور 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 واخد بالك ان بقى فيه انترفيس جديد اسمها ايه انترفيس بورت شانل 1 الحاله بتاعتها اب اب طب بعد اذنك خليفه معلش شو ايثر شانل سامري ها واخد بالك البورت شانل رقم 1 اس اتفقنا ان من شويه اس يعني ايه سكرول سنه بسيطه خفيف سنه بسيطه اهو اس يعني لير 2 ويو يو يعني ايه يو ان نيوز شغاله انزل كده يا خليفه كده خلاص الايثر شانل دي اشتغلت لسه مين البورتات اللي فيها 1 على 0 على 7 و8 و9 و10 ما بين قوسين بي يعني ايه بي ان بورت شانل تعالى كده اسكرول سنه خفيفه سنه سنه بسيطه فين بي 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 يعني bundled in a ported channel يعني كده الايثر شانل ايه يا جماعه كده الايثر شانل ايه بقت شغاله يبقى كده احنا بندلنا هنا على ported channel رقم 1 وهو كمان عمل بي او 1 اون طب بقول لك ايه معلش روح لي عنده كده خليفه سويتش 3 اللي هو 10 1 1 3 شو اسبانج 3 دي لمون بص 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 الراجل ده احنا شايفينه بعينينا عنده كام بورد عنده 8 و9 و10 كانوا بلوك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده 5 و6 ماليش دعوه بيهم دول اللي فوق سيبهم دلوقتي واخد بالك ان بورت شانل رقم 1 المود بتاعها ايه روبورت في 3 بورتات كانوا بلوك دلوقتي بقوا ايه بقوا امبورت شانل وبقوا بورت شانل رقم 1 حد عنده مشاكل في هذا الكلام طيب بعد كده نعم الكوست عليه بقى 8 ليه الكوست عليها بقى 8 لا كوست عشان تجميع ستاندرد ما هو انت الانترفيس مش فاست ايثر الفاست ايثر 19 دي مش فاست ايثر ده 4 فاست ايثر مع بعض فاهم فهو بينزل الكوست بتاعها طيب بعد اذنك معلش يا خليفه ارجع سويتشك
بقولك ايه، انا عايز يا خليفة انت ما زالت عندك بورت رقم 12 بلوك دي مش كده؟ شو سبانينج 3 دي لان 1 ركز عشان بقيت ناس هتشتغل عنده البورت رقم 12 حلتها الترنيت. طب ما تيجي نعمل ايزر تشانل تحت. هو انا عشان اعمل ايزر تشانل لازم ما دام عملت دي اون تبقى دي برضو كده؟ لا هعمل هنا دي اي جي بي، يعني هاخد الاثنين دول مع بعض 11 و 12 اللي اسمهم خليفه هخليهم في بورت تشانل رقم 2 واخليها بي اي جي بي. البي اي جي بي كان ايه؟ ديزايربل واوتو، هخليها ديزايربل مثلا. مثلا ها كونفيجر تيرمينال، خش على الانترفيس رينج خليفه ماكرو خليفه خليفه المكار مين سويتش 5 ما تشتغلش. اشتغل ماشي، قول له شانل جروب رقم 2 مسافه مود، ده الامر اللي الناس هتكاري بيه. شانل جروب رقم 2 مود، بعد اذنك خليه لي مود ديزايربل. هو انت لازم تقول شانل بروتوكول بي اي جي بي؟ لا، من غير ما تقول شانل بروتوكول بي اي جي بي. ما هو انت لما تقول المود ديزايربل يبقى انت كده شغلت البي اي جي بي، لما تقول المود اكتف يبقى انت كده شغلت الاي سي بي. بص انتر ده ما بيوقعش الانترفيس. الديزايربل اللي هو البي اي جي بي، لا لا ده هي بتقرا الكوماند اللي كتب عليها، ده ما بيوقعش الانترفيس. الانترفيس هتفضل شغاله مش هتبقى ايرور سي بي معايا. الاون هو اللي بيوقع. ايوه الانترفيس وقعت، ده مش وقوع، يعني قلب الداون هنا ايه؟ دي بتريد الكوماند اللي انت كتبته عليها 15 ثانيه ريد وبعدين رجع تاني، بس التشانل ما اتكونتش من الطرفين. يعني اللي قدامي اللي هو سويتش رقم 6 سويتش رقم 5 لسه ما عملتش. طب وكده التشانل قامت؟ اعمل بعد اذنك كنترول زد شو اي بي انترفيس بريف الاول، اكد لي ان 11 و 12 ما وقعوش بي ار اي. بص بص اسكرول لفوق سنه بسيطه، البورت 12 حالتها ايه؟ اب اب ما مش هتقع. طب بعد اذنك شو ايزر شانل سامري، عندك البورت شانل رقم 2 اس ايه؟ داون وقع. ليه؟ هو علشان الراجل الناحيه الثانيه لسه ايه؟ لسه الراجل الناحيه الثانيه اللي هو سويتش 5 لسه ما كانتش واخد بالك الانترفيس ايه؟ اي. يعني اي ستاند الون واقفه لوحدها. اسكرول لفوق كده سنه بسيطه، الانترفيس ايه يا جماعه؟ اي يعني ايه؟ ستاند الون يعني ايه؟ مش متبندله ما اتجمعتش، فاهمين حاجه؟ وهي التشانل انزل لتحت يا خليفه، التشانل ايه؟ داون. الانترفيس قايمه بس التشانل الايثر تشانل مش متحققه. امتى تتحقق؟ لما اللي قدامي يشتغل. بعد اذنك اللي قدامي اشتغل ايه؟ خليك انت اوتو، خليك اوتو برضو في جروب رقم 2 بورت شانل رقم 2. هو انا لو كنت قلت اديته البورت شانل رقم 1 عند خليفه كده كان هيقول لك ان البورت شانل اكزيست، يقول لك ما ينفعش، يقول لك ما ينفعش البورت شانل رقم 1 موجود. شانل جروب رقم 2 مود اوتو، شكرا. شانل جروب رقم 2 مود اوتو. طبعا احنا ديزايربل وهو اوتو العلاقه تتم عادي مفيش مشكله، اهم حاجه ما تخليش الاثنين ايه؟ مود اوتو، تموت دان. دان. بص 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 الايثر شانل هتقوم، الايثر شانل هتقوم، هو بس بيعمل كرييتنج الايثر شانل. اديني شو ايثر شانل سمري. الايثر شانل ايه يا جماعه؟ اب قامت. اديني كده انتر على بورت شانل رقم 1 بقت ايه؟ بورت شانل رقم 2 اب. واخد بالك ان هنا في خانه البروتوكول ايه؟ مفيش. ليه؟ ما هو مفيش هنا بروتوكول فعلا اتعمل، لكن هنا في خانه البروتوكول ايه؟ بي اي جي بي، فاهمين حاجه؟ انا ممكن اقول له شو ايثر شانل بروتوكول، اديني يا ابني شو ايثر شانل بروتوكول. وطبعا البروتوكول بعد ما كانت ستاند الون بقت ايه؟ بقت بي، يعني بقت في البورت شانل. بص عندك جروب رقم 1 المود ايه؟ مفيش بروتوكول، البروتوكول داش. وعندك الشانل جروب رقم 2 البروتوكول ايه؟ بي اي جي بي. حد عنده مشاكل في الجروب واحد ده بقى لما يجي يوزع ويجي الترافيك يمشي بيعملوا على انهي بيعمل ايه؟ ولازم يديه بروتوكول. سويتش 5 سويتش 5 احنا كده مبندلين هنا بي او 2 او 2
بعد اذنك سويتش 5 بنضلي 13 و14 في بورت شانل رقم 3 وخليها لي المود اكتف. طبعا اكتف يبقى هنشغل مين؟ ال اي سي بي. مين سويتش 6؟ سويتش 6 لو سمحت بنضلي 13 و14 في بورت شانل 3 وخلي لي المود بتاعك باسيف. وبعد اذنك لسه وبعد اذنك بنضلي 15 و16 في بورت شانل رقم 4 وخليها لي اون. مين سويتش 1؟ بنضلي 15 و16 في بورت شانل 4 وخليها لي اون طبعا. وبنضلي 1 و2 و3 و4 في بورت شانل رقم 5 وخليها لي ديزايربل. مين سويتش 2؟ بنضلي الاربعه دول في بورت شانل رقم 5 وخليها ديزايربل هي كمان. وبنضلي دول في بورت شانل رقم 6 وخليها لي اكتف. سويتش 3 3 مين سويتش 3؟ بنضلي الاثنين دول في بورت شانل رقم 6 وخليها لي اكتف. خلصت؟ تمام. صعب الموضوع يا خليفه؟ حبيب قلبي. هو دلوقتي لو انا عملت دول بندل ماشي عملت دول بندل او ايوه دول ماشي فالمفروض كده ان هم بقوا روت او بقوا كيبل. تمام ماشي. دلوقتي لو في الكين ده حصل له فيلير بقيت بقى البلوك اللي كان بلوك بس هو دلوقتي بقى بندل خلاص لا هيقوم هيشتغل عادي. بس بشرط انها ما تبقاش هي اللو النهائيه. يعني خلي بالك ان انت في النهايه اصلا انت عندك ايه؟ لوب. يعني على فكره بعد ما كل الناس دي بندل في بورت هتبقى بلوك برضو بس بلوك بورت واحده بقى معايا؟ ها معاكم يا جماعه دقيقتين تكونوا خلصتوا كلكم. كبورت الشانل مش كبورت الشانل كلها بلوك. ايه؟ هو خد وقت قد ايه كده؟ 50 دقيقة؟ كتير 50 دقيقة. طيب اقول لك على حاجة وقف لغاية ما هم يخلصوا ونبدأ الفيديو تاني.